مشاهدينا الكرام، التصاقم بنفس الكلام الزميل أشرف مبارك، يعني أجرى حوار مع الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة. بنتابع هذا الحوار بعده، ننتقل مع حضراتكم إلى أولى حوارات من القاهرة هذه الليلة. أيضا الحديث يدور حول موكب نقل المومياوات الملكية، ابقوا معنا. أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نجريه مع الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة متحف الحضارة. دكتور أحمد برحب بحضرتك، عايزين نعرف، احنا عارفين ان السياسة الجديدة لوزارة السياحة والآثار في إنشاء المتاحف ان المتحف ليس مكان لعرض الآثار فقط، بل هو مجمع للخدمات الترفيهية والثقافية وغيرها. دي الحقيقة يا فندم الفكر الموجود دلوقتي، الفكر ان لازم يبقى في توازن ما بين البعد الثقافي وما بين راحة الزائر، ويبقى في بعد اقتصادي في الموضوع. الزائر الفكر التقليدي ان انا بروح متحف بتفرج وامشي، هذا الفكر يعني لا يولد رغبة لدى الزائر ان هو يقعد يوم كامل يبتدي ينمي افكاره ويبتدي. احنا هنا بنعمل فكر جديد ان الزائر يقدر يشوف الآثار، يقدر يشوف الأدوات التكنولوجية في التعامل معها، ويقدر ينمي الفكر بتاعه ومعلوماته عنها، ثم يكتمل ذلك بالأنشطة الترفيهية والأنشطة اللي احنا الثقافية اللي إن شاء الله هنبتدي فيها، اللي بتدمج الثقافة والحضارة سواء على المسرح سواء على السينما مع البازارات اللي موجودة إن شاء الله هتفتح قريبا، والبعد الترفيهي اللي موجود في المطاعم والكافيتريات. طب يا دكتور، الهيكل الخاص بالمبنى هو عبارة عن ايه؟ هل هو يعني مبنى للآثار ومبنى للخدمات ولا عبارة عن المبنى؟ المساحة 33 فدان. حضرتك فيه هو القاعة المركزية، تحتها قاعة المومياوات الملكية، ولكن عندنا على يمين القاعة المركزية في أيضا قاعة العرض المؤقت اللي هتظهر بشكل جديد في القريب العاجل، وفي عندنا ما يسمى بمتحف العاصمة اللي هو الزائر بيطلع حوالي 17 دور بيطلعهم مرة واحدة وبيشوف معالم مصر كلها، وبالمالتي ميديا والتكنولوجيا بيقدر يتعرف على كثير من الأمور. بالإضافة إلى ذلك عندي الخدمات في البعد اللي ورا ده، في سينما ومسرح وبازارات ومطاعم وكافيتريات، وفي الناحية دي في عندي الجزء الإداري والمعامل الترميم والمعامل العلمية، بالإضافة إلى مخازن الآثار. طيب الجزء الخاص بقى بالمومياوات واللي تم نقلها بالامس، ايه الاجراءات اللي هيتم عليها تمهيدا لعرضها يوم 18 ابريل؟ هي وصلت بالسلامه وهي الان في غرفه الطوارئ. غرفه الطوارئ دي كده بتتفضى من الكبسوله اللي هي فيها، ثم تدخل عمليه التعقيم والتاكد من سلامتها، ثم يتم نقلها لقاعه المومياوات الملكيه. يتم عرضها يوم 18 يا فندم؟ يوم 18 باذن الله. طيب فيما يخص بقى القاعه المركزيه اللي افتتحها سياده الرئيس امس. القاعة المركزية اللي افتتحها سيادة الرئيس امبارح بتضم حوالي 1600 قطعة، بتحكي حضارة مصر من قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعوني ثم الإغريقي والروماني ثم القبطي والإسلامي انتهاء بالعصر الحديث والمعاصر، وبنحكي فيها قصص وحضارة مصر والتواصل ما بين الحضارات. طيب يعني ابرز القطع اللي موجوده او ابرز اللي يعني كل عصر مثلا بيشملوا ايه القطع اللي موجوده؟ الفكره عندنا كل فيترينا وكل قطعه قد يكون وراءها قصه. يعني عندنا أقدم طرف صناعي في التاريخ، عندنا أقدم آلة موسيقية في التاريخ، عندنا هيكل عظمي من 35 ألف سنة، عندنا فيما يتعلق بالجزء القبطي والجزء الإسلامي قطع متفردة جدا، فكل قطعة لها قصة وراها، وده الجديد في الموضوع. أخيراً التسهيلات المقدمة فندم للزائرين اللي هيزوروا المتحف بداية من اليوم. الأسبوعين دول احنا عاملين تخفيض 50% على التذكرة اللي هي أصلاً سعرها 60 جنيه للمصريين والعرب و30 جنيه للطالب المصري أو العربي، عاملين تخفيض 50%، وبالتالي الأسعار أعتقد أنها مناسبة جداً، وده لمدة أسبوعين. النقطة الثانية ان احنا مواعيد الفتح بتاعتنا من 9 ل 5 ويوم الجمعة في فترة مسائية من 6 ل 9. بشكر حضرتك جدا الدكتور احمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف الحضارة، بشكر حضرتك جدا، وفي نهاية هذا اللقاء بشكركم على طيب المتابعة.